خبر مهم عن مهرجان القاهرة السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي بيمنح النجم أحمد عز جايزة فاتن حمامة للتميز، طبعا الدورة اللي جاية الدورة 45، كمان بيكرمه المخرج الكبير يسري نصر الله. علشان نعرف التفاصيل الدقيقة بحثا عن الدقة، مش نحن بنقول أي شيء غير دقيق، فمعانا مداخلة مع رئيس مدير عام المهرجان المخرج الكبير أمير رمسيس. مساء الخير أستاذ أمير. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. احكي لنا بقى المهرجان، يعني حلو جدا فكرة الفعل الاستباقي من قبل المهرجان والترتيبات والتحضيرات طول الوقت، وإن يبقى الدنيا واضحة والخريطة واضحة من دلوقتي، دي حاجة يعني نمتن ليها ونتمنى إنها تكون موجودة دايما في كل أعمالنا الفنية. فحضرتك احكي لنا بقى الخطط اللي انتوا اتفقتوا عليها والقرارات اللي طلعتوها. هو الحقيقه احنا يعني ككل عام، هو مهرجان القاهره ده جرت العاده ان هو يبقى فيه 3 تكريمات اساسيه: جائزه الهرم الذهبي او جائزه الكارير اتشيفمنت اوورد او انجاز العمر لفنان او صانع سينما مصري سواء امام او خلف الكاميرا منذ بدايه العام، واحنا في اتفاق ما بين اداره المهرجان وما بين اللجنه الاستشاريه على ان المخرج الكبير يوسف نصر الله هو اقدر من يحصل عليها هذا العام. طبعا يعني صعب نتكلم او نلخص منجز استاذ يوسف، بس هو يعني يمكن المخرج المصري الوحيد اللي له تواجد مستمر بكل اعماله في المهرجانات الكبرى زي كان، زي برلين قبلها، لوكارنو، مخرج المصري من القلائل اللي شاركوا حتى في لجنه التحكيم وتولى رئاسه لجنه تحكيم المسابقه القصيره المهرجان كان العام الماضي. فأعتقد هو اسم طبعا يستحق التكريم ده، ويمكن في رأيي متأخر كمان. الجائزة الثانية أو جائزة فاتن حمامة، جائزة التميز، هي جرت العادة أن تمنح للفنان في منتصف الطريق، يعني قدم الكثير للسينما ولا زال لديه الكثير، يعني بنسميها جائزة ميد كاري أو جائزة منتصف الطريق يعني. وإحنا شفنا السنة دي إن الفنان أحمد عز من الفنانين الحقيقة المجتهدين جدا الأوفياء للسينما من بدايته، اللي يمكن تركيزه على السينما أكتر من الوسائط الأخرى دايما، بذل مجهود كبير جدا في أنه هو يمكن يعمل أنواع سينمائية خلينا نقول أن هي بره فكرة البوكس أوفيس التقليدي من يمكن وقت ملاكي اسكندرية أو عودة السينما التجارية وخروجها عن نمط بس للأفلام الكوميدي اللي هي كانت الحاجة الوحيدة أو الرهان الناجح للمنتجين في وقتها بشكل اكسكلوسيف يعني. فيمكن مغامرته مع ساندرا نشأت في ملاكي اسكندرية وأكثر من عمل بعديها مع مخرجين آخرين هو يمكن يكون فتح الباب أمام جانر سينمائية أخرى بحس المغامرة ده. والحقيقة شفنا ان هو جدير بهذا التشجيع السنة دي لانه من اكتر فنانين جيله تميزا يعني. وتبقى الجائزة الثالثة اللي هيتم اعلان عنها قريبا للمكرم الدولي، يعني لجائزة الهرم الذهبي اللي بتمنح لفنان دولي ذو قيمة عالمية، اللي هي السنة اللي فاتت منحت للمخرج الكبير بلاتار، والسنة دي هيكون في برضه ان شاء الله مفاجأة فيها قريبا هتعلن عنها يعني. طب بمناسبة النجوم اللي بيجوا المهرجان، هل في اتفاقات حصلت مع مين النجوم اللي هيجوا الدورة الجاية؟ لازلنا في مرحلة الاتفاق، طبعا يمكن يكون بدري شوية ان احنا يبقى عندنا تأكيدات دلوقتي، بس في مخاطبات بتحصل. طبعا احنا عندنا سياسة انا واستاذ حسين من السنة اللي فاتت، واعتقد يعني يمكن مهرجان القاهرة مستمر فيها من زمان باستثناء دورات قليلة جدا ونادرة في تاريخ المهرجان، بس لان احنا شايفين ان مهرجان القاهرة مختلف عن المهرجانات الاخرى المحيطة في المنطقة يعني سواء في مصر او في الشرق الاوسط، لان احنا في الاخر مهرجان مصنف من الفئة الف من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين، احنا واحد من 14 مهرجان في العالم مصنف في هذه الفئة. فاحنا الحقيقة يعني
عندنا تعمد وسياسة إن في عدم دفع مقابل مادي لظهور النجوم في المهرجان، النجوم الدوليين. يعني قررنا إن إحنا لن نجرب في رهان بعض المهرجانات الأخرى، في إن يعني إن يبقى ظهور الفنان الدولي رهن مبلغ مالي يتقاضاه للظهور على السجادة الحمراء. إحنا أولاً الفنانين الدوليين هم بييجوا عندنا عشان يشاركوا سواء من خلال الماستر كلاسز أو الندوات، وبيجوا إيمانا بأهمية المهرجان. يعني أعتقد مع كم الممثلين بس الفنانين اللي أكيد كانوا موجودين عندنا في السنة اللي فاتت زي ماسيو كاسوفيت زي بوليجيو ودو وغيرهم، أعتقد إن يعني في الآخر هي دي السياسة اللي إحنا مكملين عليها. والحقيقة شايفين حماس كمان بعض الأسامي اللي بنتواصل معاها حاليا، ودي يمكن نقدر نعلن عنها قريب بعد تأكيدها. يعني بس في مستهدفين نجوم حاطينهم في الخطة ان انتوا اكيد تبتدوا اكيد تتكلموا معاهم؟ احنا اوريدي في مرحلة تفاوض. يمكن مهرجان حجم القاهرة واسامي نجوم امنياتك بالحجم الكبير ده امنياتك لازم يبقى امنياتك مش مين يتم الاتفاق معاه ويجي القاهرة؟ مين يعني في احلامك خلينا وامنياتك؟ نأجل ده بعيدا عن الاحلام. يعني الاحلام كتير قوي، بس خلينا يعني نقول ان يمكن قريب خلال شهر شهر ونص نقدر نعلن عن حقائق وليست احلام. طيب الحاجة الكلام كان فيها الفترة اللي فاتت ان علاء ولي الدين طرح اسمه لتكريمه وان ما تمش الاتفاق على تكريمه، ايه الحقيقة والدقة في القصة دي؟ لا هي حقيقة يعني تخلو من الدقة، واحنا خلال الشهور اللي فاتت الحقيقة يعني كان في مطالبات كده بتكريم أكثر من يمكن 15 اسم كل أسبوع، حد يعني بيظهر بيقول طب ما نكرم فلان طب ما نكرم فلان. الحقيقة يعني دون النظر للقواعد ولوائح المهرجان نفسها، يعني أعتقد يمكن الموجة بدأت من مايو، وفي الآخر المهرجان له سياسة ولو توجه ولو تخطيط مسبق بيحصل من أول سنة في مين هيتكرم. يعني عارف إن بعض المهرجانات المصرية بتقيم التكريم بشكل احتفائي كده، أو عشان يعني يبقى في زي ما بيقولوا باللغة الدارجة يعني يبقى في أخذ لقطة ما. بس إحنا في الآخر مهرجان القاهرة يعني لوائحه والتكريمات الثلاثة اللي موجودة فيه هي تكريمات لا تشمل تكريمات للراحلين، قد تكون موجودة في مهرجانات أخرى، بس يعني في الآخر إحنا التكريم عندنا هو جزء من يعني تشجيع فنان في مسيرته وليس إحياء لذكرى فنان. عندنا جوائز بأسامي فنانين راحلين كبار، بس حتى الجوائز دي مكتمله، احنا كل الجوائز فادي عندها مسمياتها. يعني طبعا علاء فنان كان جميل جدا، ويعني اتمنى ان هو يتم تكريمه من مهرجان، بس مهرجان تبقى لوائحه تحتوي على يعني على بند التكريم ده. لوائح المهرجان بتكرم الناس الاحياء مش يعني الراحلين. يعني هي دي الجوائز الثلاثة اللي موجودة للتكريمات. يعني ما فيش يعني لم يكرم عادة لم يكرم مهرجان القاهرة إن لم أكن مخطئا، ما أعرفش السبعينات والثمانينات، بس يعني من التسعينات لم يكرم مهرجان القاهرة فنان رحل. يعني طب وهل مش هل تقليلا من قيمته، هل بس هو مش جزء من من هل مش فكرة. مش وارد ان انتوا تحطوا ده في شكل جديد ان يبقى في عندنا تكريم لحد من راحلين بالاضافه للشكل المتفق عليه لشكل المهرجان؟ يعني اظن ان في الاخر خلينا نقول ان في لوائح احنا يعني توارثناها من يعني من اجيال قبلنا عملت المهرجان، ما اعتقدش ان في مساحه لتغييرها على الاقل السنه دي. يعني كمان لان احنا مهرجان لوائحه دايما بتبقى تحت اشراف الفيب، فاحنا بنقدم لائحه كل سنه مع بدايه العام. يعني بس كمان خلينا نقول ان في العالم كله يعني ممكن في وقت يتم تذكر فنان في مهرجان، بس كلمه تكريم دي يعني يعني في كان في فينيس في برلين في المهرجانات كلها التكريم دايما هو جزء من يعني خطوه تشجيعيه فنان متواجد. يعني ودايما هي مربوطه كمان احنا في مصر دايما بنربطها يعني بالوسام او بالنشان. يعني ودي ظاهره مخله بالنسبه لي، يعني فكره ان احنا يعني بنحط ليبل بس ان احنا كرمنا فنان ده، بس هي في الحقيقه في العالم كله بنشوف لما بنكرم فنان ده جزء من اعاده احياء مشوار اعاده عمل ماستر كلاسز معاه او مناقشات معاه في المهرجان.
يعني حتى لما بنتكلم عن المقيمين اللي بنتكلم عنهم النهارده، هم مش هي يعني هم مش مقيمين، لان هم بس هيطلعوا يستلموا تروفي يوم الافتتاح. هم هيبقوا مشاركين، هيبقوا موجودين في الماستر كلاس الخاصه بيهم، طيب هيحصل مناقشه بين، احنا يعني في احتكاك بيحصل، وده السياسه اللي بيعملها كان وبرلين وفينيس. فيعني اعتقد ان احنا تاني ممكن بنتمنى ان حضرتك تكون موجود معانا في البرنامج ونعمل حوار نتكلم فيه على التفاصيل، ونتكلم فيه كمان عن حضرتك، عشان يعني ناس كتير محتاجة تعرف حاجات كتير عنك، مخرج مهم من المخرجين المهمين في يشرفني مصر. طبعا، يشرفني دايما. نشكرك جدا وفي شكرا انتظارك جزيلا حبيبتي. قريبا جدا.